حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه التصريح بالتفصيل السابق، حيث قال رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. نعم، إذن هذا حال السلف. العبرة القدرة، لا تتحجج بالصيام على عدم أداء الواجبات، حتى أن في كتب الفقه هناك من يجيز، وإن كان هذا له ضابط، أجاز للخباز أن يفطر في رمضان لكي لا يضيع أولاده، لكن أهل العلم يقولون الخباز في ذاك الزمان غير الخباز في زماننا. الخباز يأتي بالحطب ويجعل النيران وتهب في وجهه، أما الآن الخباز في هذا الزمان شو ماله؟ الكبسات آلي. ومع ذلك ما زال هناك عندنا خباز عربي، فقالوا إذا كان لا يستطيع، شوف لوين، إذا كان لا يستطيع أن يقتاد إلا بالإفطار فله أن يفطر لكن من غير مداومة، يعني بدك تضلك تحاول، شفت لا تستطيع مفطر، أما مجرد ما شفت هالنار قلت والله ما بقدر، لا، وأول مرة جربت ما زبطت، بجرب ثاني مرة، ثالث مرة، عشر مرة، وهكذا. فتنبهوا إنه الصيام ليس تعذيبا وإنما هو تهذيب للنفوس، ولا يمنع من إعمال قوام الحياة. أما أحد المعاصرين فنادى وقال: الصيام من أسباب تراجع الاقتصاد، وعليه فأنا أمركم بالإفطار، وجاء بالمفتي، جاء بالمفتي وقال: تفضل بث مباشر. فقال المفتي: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وصدق الله وكذب فلان، صدق الله وكذب فلان. ما بصير تصل لهذه المرحلة تفتري على دين الله. نسمع